طيب انا بس الاول عايز ابدا بحاجه مهمه جدا. بقى لنا 3 ايام في قصه ان كريم فؤاد هيلعب في النادي الاهلي وخلاص تم الاتفاق وتم التعاقد وتم كل شيء. الحقيقه بس قبل ما اتكلم في نقطه كريم فؤاد، هو ليه دايما قبل المباريات المهمه، خدوا بال حضراتكم، ليه دايما قبل المباريات المهمه بتلاقي اسم من الاسماء تم طرحه والموضوع بياخد حجم كبير جدا قبل اي مباراه مهمه سواء في الدوري او اي بطوله افريقيه؟ افتكر كده لما كنا بنتكلم مع حضراتكم الاسبوع اللي فات، وبذكركم وبذكر نفسي قبل ما نتكلم في الاسبوع اللي فات وقبل مباراه الترجي، لقينا بعض الاقاويل عن بعض الاشاعات ان مش عارف مين مروان هيمشي واليو ديانج خلاص مضى وسافر بره ومين كذا ومين كذا ومين كذا. الحقيقه بالنسبه لي شيء مدهش. حتى هذه اللحظه كريم فؤاد مش لاعب في النادي الاهلي، كريم فؤاد مش هيبقى لاعب في النادي الاهلي الا عندما يحدث شيء واحد فقط، وهو أن يعلن النادي الأهلي رسميا عن وجود كريم فؤاد. طيب خلينا نتكلم بالمنطق وبالعقل زي ما متعودين دايما. لما نيجي نتكلم ونفكر هنلاقي إيه؟ أن الدوري هيخلص بناء على الجدول اللي وصل لكل الإعلاميين أن الدوري سينتهي يوم 26 أغسطس. طيب قبل 26 أغسطس هل ينفع نتكلم في لعيب ماشي ولعيب جاي؟ هل من المفترض ان انا اقول لحضرتك او اي حد يتكلم في ان اسلام ماشي وهاني جاي ومحمد مش عارف مين وفلان جاي وفلان ماشي؟ ما ينفعش. لسه تخيل حضرتك احنا لسه النهارده ما وصلناش اول 7، يعني فاضل شهر ونص على نهايه الدوري. لا ده لسه شهر ونص او شهر و25 يوم على نهايه الدوري المصري، ومن بعدها ممكن نتكلم عن الصفقات، ممكن نتكلم عن مين جاي ومين ماشي ومين هيقعد، لأن الموضوع بيبقى مرتبط بأشياء أخرى، مرتبط بالقائمة الأفريقية، مين اللي هيلعب في القائمة الأفريقية السنة القادمة مش السنة دي، لأن السنة دي خلاص إن شاء الله يوم 17 هؤلاء اللاعبين هم اللي هيلعبوا. فهل من الممكن إن احنا نتكلم عن لعيب هيمشي ولعيب هيجي في ظل إن احنا عندنا مباراة نهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي ظل إن احنا عندنا 4 مباريات في الدوري قبل هذه المباراة الهامة جدا أو أولى هذه المباراة إن شاء الله يوم الخميس القادم أمام بيراميدز؟ حاجة غريبة جدا، وطبعا من حق كل حد ان هو يجتهد، ولكن احنا برضو دورنا هنا ان احنا اول ما هيبقى في حاجة رسمي هنعلن لحضراتكم بشكل رسمي سواء هنا او في المركز الاعلامي للنادي الاهلي، هنعلن لحضراتكم اذا كان هناك اي شيء رسمي هنعلنه، هنقول والله فلان الفلاني كريم فؤاد بقى او اصبح لاعب في النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم دايما متعودين دايما بناخد او بنشوف الكلام ده على شاشة قناة النادي الاهلي، كل ما يقال قبل كده هو كلام غير صحيح، هو كلام غير صحيح، ممكن يبقى صحيح بكره، ممكن يبقى صحيح بعده، ممكن يبقى صحيح الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، محدش عارف ايه اللي بيحصل، لان هناك لجنه تخطيط، نرجع نتكلم في هذا الامر مره ثانيه، هناك لجنه تخطيط تخطط لمستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، الثلاث عمالقه دول او الثلاث نجوم الكبار دول الحقيقه بيفكروا في مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. ايه اللي فجاه كده تلاقي كريم فؤاد اصبح لاعبا في النادي الاهلي؟ والحقيقه ان حتى هذه اللحظه لا يمكن ان يكون هذا الموضوع اتقال بشكل رسمي، لانه مش هيطلع الا من جهتين، سواء من قناه النادي الاهلي او من المركز الاعلامي للنادي الاهلي. غير كده الموضوع يظل دائما في إطار الإشاعات، إشاعات هنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة، ولكن في النهاية الإعلان الرسمي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال المركز الإعلامي. خلينا نركز، لأن احنا كجمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت بسطنا جدا بصعود النادي الأهلي ووصوله إلى المباراة النهائية، ولكن الأربع مباريات القادمة في الدوري بدايتهم إن شاء الله في بيراميدز